بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بكل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان، وحلقه جديده من برنامج الاشبال. في البدايه حبينا نبتدي بكل كتيبه العمل اللي شاركوا في الانجاز وبطوله الدوري رقم 41. استعرضنا كل الجهاز الفني، كل اللاعبين، حتى عمال غرف الملابس، حتى عمال الزراعه اللي كانوا بيهتموا بالملعب على مدار الموسم. هو ده النادي الاهلي. دايما في جمل وفي مقولات تتقال عبر التاريخ وعبر 100 سنه. النادي الاهلي نادي بطولات، روح الفانيلا الحمراء، النادي الاهلي مؤسسه، النادي الاهلي اداره، النادي الاهلي غير. دي جمل دايما بتتقال. الجمل دي تجسدت او ظهرت في حفل تكريم النادي الاهلي في البطوله رقم 41. عفوا. في الحفل التكريم كان في حاجات عظيمه جدا ودروس مستفاده من حفل التكريم. لما نشوف رئيس النادي الاهلي كابتن محمود الخطيب وهو بيتكلم باسم النادي الاهلي، باسم مؤسسه النادي الاهلي ومنظومه النادي الاهلي، ونشوف كل اعضاء مجلس الاداره موجودين. كابتن محمود الخطيب ما نسبش لنفسه بطوله الدوري رقم 41 وقال انا اللي جبتها او انا كنت السبب. دايما لما بيتكلم بيقول النادي الاهلي منظومه جماعيه مؤسسه. لما بيكون في نجاح في عوامل كتير هي اللي بتسبب او بتكون مشاركه في النجاح، من ضمنها مجلس الاداره، جمهور النادي الاهلي، اللاعبين كمان. النادي الاهلي كان حريص انه يكرم ولاده حتى اللي خرجوا للاعاره او للبيع. النادي الاهلي كان حريص انه يكونوا موجودين في حفل التكريم. عشان كده بقول لحضراتكم النادي الاهلي غير. حتى الاجهزه الفنيه اللي شاركت في تحيه النادي الاهلي الانجاز رقم 41، كارترون ولاسارتي، كابتن محمد يوسف، عادل مصطفى، كل دول ناس شاركت في الانجاز. فعشان كده دايما بقول لحضراتكم النادي الاهلي غير. النادي الاهلي عمل مؤسسي. كابتن محمود خطيب لما بيتكلم باسم وقيمه النادي الاهلي. كمان النادي الاهلي كان حريص على وجود نجومه الكبار جدا اللي لهم تاريخ كبير زي الكابتن مصطفى عبده. انا شفت بعض المشاركين، كابتن مصطفى عبده الموجود معانا على الهوا، ربنا يديله الصحه، كابتن شطة، كابتن فتح نصير، أسماء كبيرة، حتى الصحفيين اللي كانوا موجودين في الحفل. النادي الأهلي بعامل الناس كلها بشكل محترم جدا، بشكل يبين قيمة وقدر النادي الأهلي. النادي الأهلي دايما بيدي دروس للجميع. علشان كده كان ده درس مهم جدا ودروس مستفادة من حفل التكريم. احنا ما بنبصش انها مجرد حفلة النادي الأهلي بيستلم فيها الدرع، لا، النادي الأهلي كمان وهو بيستلم الدرع وبيتم تكريمه بيدي دروس ودروس كبيره جدا. كمان عجبتني كلمه كابتن النادي الاهلي حسام عاشور اللي انا حابب نروح نسمعها قبل ما اعلق عليها دلوقتي. ربنا في النادي الاهلي نبقى رقم واحد على طول، ما فيش حاجه اسمها رقم اتنين. لازم ده اللي اتعلمناه في الناشئين، اللي احنا نبقى رقم واحد على طول. مفيش حاجة اسمها تاخد مركز تاني، مفيش حاجة اسمها تلعب لاخر نفس، وده اللي الناس شافته الفترة اللي فاتت. النادي الأهلي عمره ما خد بطولة وطلع فيها النادي الثالث. معلش بس هي البطولات دايما مكسب وخسارة يعني. بس احنا عمرنا الحمد لله يعني بالغرور عمرنا في حياتنا ما خسرنا دورة. النادي الأهلي عمره ما خد مركز ثالث في البطولة أبدا، النادي الأهلي احنا قاعدين بس ربنا هيكرمك ان احنا عمرنا ما خدنا. كلمة مهمة جدا من كابتن النادي الأهلي كابتن حسام عاشور. حسام عاشور اتربى جوه النادي الأهلي ولعب ما شاء الله مدار سنوات طويلة مع الفريق الأول مع مدربين مختلفين سواء أجانب أو مصريين. قال كلمة مهمة، قال إن إحنا جوه النادي الأهلي وإحنا في الناشئين اتربينا دايما نكون رقم واحد مش رقم اتنين. رقم اتنين ده بالنسبة لنا يعتبر زي الأخير. النادي الأهلي دايما بيدور إنه يكون رقم واحد حتى كمان في الناشئين وفي الفريق الأول. فدي رسالة مهمة جدا من كابتن النادي الأهلي ونجم كبير زي حسام عاشور. كمان وجود مؤمن زكريا. مؤمن زكريا هو احد يعني ابناء النادي الاهلي المخلصين اللي ياما متعوا جمهور النادي الاهلي وبيتم تكريمه. النهارده لما بنتكلم عن عائله الاهلي، مؤمن زكريا لما يكون في محنه بيلاقي الكل متكاتف والكل مساند ليه والكل معاه. علشان كده بقول لحضراتكم النادي الاهلي غير. النهارده كابتن محمود الخطيب ووليد سليمان وكل لعيبه النادي الاهلي وايمن اشرف وكل اللعيبه، مؤمن زكريا الابتسامه دي تساوي كتير جدا جدا جدا. ابتسامه مؤمن زكريا في المحنه بتاعته ويحس ان اخواته في النادي الاهلي والمسؤولين
واقفين جنبه. علشان كده بقول لحضراتكم النادي الاهلي على مدار التاريخ المقوله صحيحه، النادي الاهلي غير. نروح لفاصل، وبعد الفاصل نبدا اولى فقرات برنامج الاشباح.